بس اضافرها. ايه تعبانة كوكي؟ ايه الحين الدكتور بيكش تافلها عشان ناكش تافلها. الحين هذا اول يوم للدكتور ليها. الحين هتكها الابلة ابلتين. الحين شو بسوي لها يا ليلي؟ إبلة. إبرة؟ هو يقول إبلتين. إبلتين. إبرتين. إبرة لك أنت وإبرة لبسة. إبرة لصاحبة البسة إبرة لبسة. خايف البسة؟ البسة هاف. وليش البسة؟ تلا خلاص. وين حددها؟ في رقبتها. باقي حقت صاحبة البسة. شوفي بابا شاور يقول له رايك شنو؟ يعطيك الثانية لكي؟ ايه ابرة. لا. ليش؟ لا اسوي. سوى لها ابرة يا ليلي؟ دقيقة واحدة. هل سكتوا لأنه خلصت الابرة الأولى؟ دحين الابرة الثانية. السنة الجاية ان شاء الله. جبنا لها يا ثاني ما عاد راضية تاكل، جبت لها في الثاني ميرا. كيف سوي لها الدكتور؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندك كثير انا حيوانات. عندك حيوانات كثيرة؟ خلاص اشتري منك واحدة كويس؟ لا ماما بابا يقول بس واحدة. واحدة بس اعطيك فلوس كثيرة. شيلي لي بنتي خلاص؟ الحين بسوي لها ايش؟ ابلة. لمدة كم؟ أنا قريت يومين. ها؟ كذا. بس ما فيها شيء. وبعدين ما شاء الله كان شعرها يجي ناعم كذا، الحين صار يتنفش، ايش السبب؟ بس ايش أظافرها؟ بس أظافرها؟ إيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت موجود؟ لا لا ما في. مش موجود؟ مش موجود. تتلول الأشياء، تتلول فليش، تتلول العشرة، تتلول السليل، تتلول السليل فهد. قلت لي تسوي كده ليه؟ ما أدري. عشان زعلانة. زي الإنسان تبعد. تشعر طار. وكمان تسوي كده تهشش تتشهش ويمسك هنا يشوف المكان يتهشش. الآن هنا من علاش الإبداع. تتوقع إنها بخير؟ شوية. أعطاها إبرة؟ إيه. وتعورت؟ لا ما تعورت، ناسحت كانت ساعة. قصة لها أظافيرها؟ إيه. فهودي تعلمت كيف قصة لها أظافيرها؟
تتحسن؟ تتحسس شوف كيف؟ أنا اللي قاعد هنا.